انا بس عندي سؤال قبل ما اتكلم عن المنتخب شويه. انت فين؟ يعني انا النهارده بصراحه عشان انا بقى كتير ما اتكلمناش، فلما خلاص عرفنا ان احنا خدنا الموافقه وان الكابتن هشام جاي، فبسال زمايلي: هو الكابتن هشام ماسك مين، فريق مين دلوقتي؟ قال لي: لا مش ماسك. قلت له: ليه؟ فانا بسالك: انت فين بقى؟ والله عارفة، هو سؤال انا ما بحبوش، لان انا مش يعني يمكن كان في مش حاجه كده بيني وبين هوا انا وكابتن سيف زاهر، بيقول لي: لا اصل لازم تتلمع. كان نقاش يعني، فبيقول لي: المدرب لازم يتلمع ولازم يركز في حاجات كتير، ومع اعمال يتكلم معاه في حته اللبس والوقفه. قلت له: كل ده معاك كويس. قلت له: ايه تاني؟ قال لي: قلت له: قصه التلميع، ايه من وجهه نظرك التلميع؟ ان انا مثلا اطلع والكلام ده كله. قال لي: المفروض. قلت له: لا، المفروض من الطبيعي ان انا كابتن هاني كمدرب اللي يتكلم عليا شغلي، نتائجي، السي في بتاعي، هو اللي يقول هل الراجل ده انجازاته ايه؟ بالذات ان كمان الفتره دي يقول لك: ايه كابتن هشام، اصله صعب ودجله وجونه، مدرب صعود. هو في حاجه اسمها مدرب صعود؟ مفيش حاجه اسمها مدرب صعود. لا، المدرب الكويس في الدوري الممتاز، المدرب الكويس في المحترفين، المدرب الكويس، لكن انت ليه بتقسمها؟ تصنف. فهي بقى قصة كبيرة جدا يشترك فيها وكلاء، ويشترك فيها مجالس إدارات، ويشترك فيها مشاكل أنا ما بقتش قدها، لأن حتى ما بخش بحس إن أنا بخش في كهف والدنيا ضلمة وأنا مش شايف في حاجة. لكن هي قصة لعبة استيميشن، استيميشن. أنت وحظك بالذات دلوقتي. فهي قصة، لا قصة صعبة. ومفروض إن أنا بتكلم تاني، اللي بكرر تاني، مهم جدا جدا كل الحاجات دي كويسة، بس مهم جدا التلميع بتاعي ان هو شغلك شغلي مش ظهور، مش بالظبط. علاقات، مش لكن هي علاقات، لكنها لكن هي لا هي ليها فيلم تاني وانا مش حابه بصراحة. ربنا يوفقك ان شاء الله، ونراك قريبا في ان شاء الله مكان بإذن الله. تستحقه بإذن الله ويستحقك ان شاء ان الله، شاء الله. وتحقق النجاح.